السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نشرة الأخبار، نقدم لكم أهم العناوين. أولا، مظاهرات في ليبيا تطالب بإسقاط النظام وتغيير الرئيس. ثانيا، اشتباكات في اليمن بين مؤيدي الرئيس والمعارضة ما أدى إلى عشرات الجرحى وقتيلان. والآن معنا مراسلنا من طرابلس من العاصمة عبد الرحمن. عبد الرحمن، كيف الأجواء عندك هناك في العاصمة في شوارع العاصمة؟ مساء النور يا مروان. احنا في شارع العاصمة الوضع يسوء اكتر وقت. المظاهرين يطالبون اسقاط النظام والتغيير والدبابات في كل انحاء الشوارع. ننتقل الى النشرة الفنية، ومعنا مراسلنا من مسرح عرب جوت تالنت عبد الرحمن. عبد الرحمن، كيف الاجواء عندك؟ كيف الاخبار عندك؟ كيف المواهب عندك؟ ايش الجديد؟ يو احنا في عرب جوت تالنت، والعرب ياخذ المسرح كله، احنا مبسوطين. يو هنا نهاية نشرة الأخبار، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في يوم جديد إن شاء الله. السلام عليكم.